كيف اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وانتم تقولون ان كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فالان انت تتراجع وتقول ان هناك كلام من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد، وهذا يبطل قولكم ان هو الا وحي يوحى، اي ان كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. فلو سمحت، ما هو اجماع علماءك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو كله بوحي ام ان هناك ينطق ام ان هناك كلمات ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست بوحي؟ تفضل. وقت بعد اتفضل ليك، تفضل. يلا خلي يبدي وقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك فرق اخواني الافاضل بين السيره والسنه. السيره لا تدخل من ضمن الوحي، السنه تدخل من ضمن الوحي. لذلك السنه اذا كانت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، نعم تدخل من ضمن الوحي. لكن السيره ما يفعله رسول الله معتادا عليه وما تحمله عليه جبلته، ما لها علاقه بالوحي باعتبار ان الله سبحانه وتعالى علمه. هذا الامر الاول. الامر الثاني أن هذا ليس بمنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، والله سبحانه وتعالى ما نقض على إسرائيل أنه حرم شيئا على نفسه، فبالتالي ما حرمه رسول الله على نفسه أي إشكال ما في، لأن العلة في أن أزواجك لماذا أنت أرضيتهم؟ في وقتك شيخ وليد تقرأ لنا ما الذي حدث ورسول الله ماذا حرم؟ تفضل. اولا بدايه انا مش عايز اقول ان انت حتى عن السؤال الاساسي، انت تقول ان السنه وحي وان كلام الله عز وجل وحي، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لو تكلم بالسنه فهي وحي، ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالقران فهو وحي، اما الامور العاديه فانت تقول انها ليست بوحي. ولكن انا سالتك سؤالا محددا، ألا وهو عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه سواء ماريا أو المغافير، هل حرم بوحي أم بدون وحي؟ فالإجابة نعم حرم بوحي، نعم لم يحرم بوحي. تفضل. خلص وقتك؟ أوكي يا رجل. لم يحرم بوحي لأن هذا داخل من ضمن السيرة. السنة ما يكون بها بوحي، أما السيرة فلا. هاي الجواب للمرة الثانية، لم يحرم بوحي لأن هذا من باب السيرة النبوية ليست من باب السنة النبوية. أكرر الجواب كررته، وقال تعالى، شوف الجواب مرة ثانية، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. الله لم ينكر على إسرائيل حرم على نفسه، والتحريم هنا الترك. نرجع في وقتك شيخ وليد على المرة الثانية، اقرأ الحديث الذي كان بسببه رسول الله ترك أكل العسل. بكل احترام اقرأ الحديث واشرحه للناس، أخذ الوقت اللي تأخذه وأنا أخذ الوقت نفسه. تفضل. طيب، نقول لأهل السنة والجماعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هو قال كل الطعام حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وقال أن الله عز وجل لم ينكر عليه، ولكن الله عز وجل أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فنقول الله أكبر أن أحمد الإمام اعترف أن هناك من النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل الترك، على الأقل الترك. يبقى إذن ليس كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وأن الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله هذا. أما كلامك قل لنا ما هي الأسباب، أنا لم أسألك عن الأسباب، أنا فقط أريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء أو يقول أشياء ليست من الوحي، فهل تستطيع أن تقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أفعال النبي، وأنت قلتها ولكن أريدك أن تقولها في جملة مبسطة، أن هناك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست بوحي، وقد أخطأ الذين قالوا أن كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي؟ تفضل. دقيقة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما قلت إخواني كل أقوال النبي ليست بوحي، أنا قلت من يدخل في دائرة السنة، كلامي واضح، ما دخل بدائرة السنة فهو وحي، وما دخل بدائرة السيرة لا يعتبر من الوحي إلا أن يعتبر. أضيف لك، قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهو يحكم بما أرى الله، ما في مشكلة، تعليم أدبني ربي. هل هذا السيرة؟ ما يكون من النبي ليس بشرط وحي. وتكلمت على إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وأنا ما أعرف أنت وين تريد توصل. على العموم قاعدة ترك النقل تقتضي قاعدة نقل الترك، هذا الكتاب من علمائكم يقول ما ترك أنواع الترك ما تركه بسبب كراهة طبعه هذا يعتمد عليه كتركه أكل الضب، هذا سنة لا، وهذا الترك لا قدوة فيه، ما تركه مراعاة كتركه أكل الثوم والبصل فهذا لا قدوة فيه، ما تركه خشية أن يفرض على أمته كتركه الاستمرار بالصلاة بالناس جماعة، ما تركه إشفاقا على أمته، ما تركه مما وترك وترك وترك، كلها هذه أمور لا تدخل في باب السنة. أنا جوابي واضح صريح دقيق علمي، وهذا عند الشيعة وعند السنة. فعليه تفضل اقرأ لنا السبب حتى نعرف لماذا فعل رسول الله هذا. لا لا لن أقرأ لك السبب إلا أن تقول لا لو سمحت هتضحك، هتضحك أنا كمان في دورك، جاوب سؤال يا شيخ، هتضحك في دورك، هتضحك هتضحك في دورك يا شيخ، هتضحك في دورك. أسكت صار، أسكت 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 أسكت، أبين تدليسك للناس. أولا هو جاء بكلمة الضب أو تحريم الضب، عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه الضب لم يلام، لم يلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندكم الطوسي والطبرسي والطبطبائي ومعظم مفسر الشيعة قالوا أن هذه الآية عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، هي عتاب، فلا تأتي بمواضع ليس فيها عتاب وتدخلها من ضمن العتاب. وأنا قلت لك وأنت لا تستطيع أن تقولها صراحة، قل يا شيعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله بوحي، ومن الممكن أن الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع؟ تفضل. خلص دقيقتك، خلصت. يعني أنت قاعد تريدنا نعترف بأمور هي يعني هي طبيعية عادية؟ نعم الله عاتب النبي، يعاتب يعاتب، شو يعني شو المشكلة يعني؟ هو القرآن دي يقول يعني، انت شنو اللي سويته؟ هاي عقيدة إسلامية سنة وشيعة وإباضية وطرقاعة وكلها، شنو الكلام هذا يعني؟ انت شنو اللي جيته؟ شنو اللي جبته؟ نعم الرب الله سبحانه وتعالى يعاتب، ليش ما تجاوب على سؤالي؟ هذا الكلام تقول ما عاتبه، نعم عاتبه لأنه سمع هذه النساء يقول له الله سبحانه وتعالى لا تسمع كلام النساء. هذا عند الشيعة أخواني الفرق بين السنة والسيرة، نعم مقباس الهداية في علم الدراية للمامقاني يقول فما كان من فعله طبيعيا، وهذا موجود في أتذكر للخطيب البغدادي نفس الكلام، طبيعيا عاديا أو مجهولا لم يظهر وجهه فلا حكم له في حقنا، طبيعي جدا. إذن جاوبناك، تفضل اقرأ لنا السبب لماذا حرم. لا لا واحدة 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 واحدة، عيد كلام المقاماني تاني كده وقول لي ما وجه الاستدلال منه، ما وجه الاستدلال. تفضل. شو اسمه؟ المقاماني. لا شرفك. ما مقاني. ما مقاني تفضل. يقول فما كان من فعله طبيعيا عاديا، طبيعيا عاديا او مجهولا. أيوة. لم يظهر وجهه، يعني النبي. أيوة. لم يقل وجهه فلا حكم له في حقنا، ما نتبعه. ايوه طب معلش يعني ايه دخل القراءه ديت في اللي انا بقوله؟ تفضل. هذا الفرق بين السنه والسيره الذي انا قلتها. السيره سواء لا لا في الايه، في الايه انا ما بكلمك عن السيره كسيره وعن السنه كسنه وعن القران كقران، لا القول اللي انت حضرتك قلته ماله دخل، ماله دخل باللي انا بقوله؟ يعني ما إلى حكم اصلا هذا الفعل. هو ايه اللي ملوش حكم؟ افهم هو ايه اللي ملوش حكم؟ اسكن يا ايها النبي اللي ما تحرم، ازاي ملوش حكم؟ انت بتقول على مين؟ افهم اسكت حتى تفهم استدلالي. تفضل. الذي انا قلته ان هناك فرق بين السيره والسنه، فالسنه التي هي قدوه التبع، هنا السيره
حتى وإن عوتب بها رسول الله لا حكم لها في حقنا، وأصلا طبيعية من رسول الله، فعل طبيعي لا يقتدى به. لا يا باشا، مين اللي قال كده؟ من الذي قال كده وفيها تحريم؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله عليكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى إذا فيها تحريم، يبقى إذا أساسا كلام العالم أنت جبته ليه؟ هو مجرد إن أنت تمسك كتاب وتقرأ اللي فيه خلاص؟ نزل لي كلام العالم، نزل لي كلام العالم على ما قلت. يعني خلي أظل تشرح وتسكت أنت؟ نزل لي كلام العالم على ما قلت، اقرأه مرة تانية، اقرأه مرة تانية ونزله على ما قلت أنا، تفضل. وتسكت وتسكت؟ لا تفضل أنا هسكت، تفضل. يلا يلا، لا أنا أكمل أنا حتى تفتهم، لا تقاطع. يعني تفضل. خلي أنصت وأسكت. إخواني، فما كان من فعله طبيعياً. شنو فعله طبيعياً؟ يعني رسول الله ما يفعله من بعض الأمور، مشيه، جلسته، لبسه، تحريمه المباح على نفسه طبيعيا عاديا او مجهولا لم يظهر وجهه بالنسبه لنا، فلا حكم له في حقنا. يعني هناك افعال لرسول الله لا ليس لها حكم في حقنا، هذا اولا، وهذا من باب السيره. لا، بما انه لا حكم له في حقنا لا تدخل في باب الاسوه، وهذا الذي انا عبرت عنه، السيره والسنه. فهذا من فعل السيره ولا حكم له ولا إشكال فيه، لأنه كيف لا حكم له؟ إذا أنت عندك أمرين الآن، قرأت أمرين، الأمر أن يكون طبيعي وأن يكون مجهول. كيف هو طبيعي والله عز وجل يلوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لحظة، أنا فهمك إن شاء الله، أنا فهمك وأعلمك. يلا حسب وقت. الآن هناك أمرين، الآن هناك أمرين، الأمر طبيعي وأمر مجهول بالنسبة إلينا. الآية ليس فيها أمر طبيعي ولا أمر مجهول بالنسبة إلينا، يبقى أنت قرأت كلام العالم ليه؟ هي مجرد قراءة خلاص؟ افهم اللي بتقرأه، افهم اللي بتقرأه قبل أن تقوله للناس، افهم يا أحمد يا إمامي، افهم، افهم اللي بتقرأه قبل أن تقوله للناس، افهم، افهم. لذلك دايما أنا أقول لك أنت بتدلس، أنت بتقرأه خلاص، حتى لا تعي ما تقرأ. هو يقول أن هناك أمران، الأمر الأول الأمر الطبيعي والأمر الآخر مجهول بالنسبة إلينا. فهل الآية مجهولة بالنسبة إلينا؟ لا طبعا. هل الآية طبيعية؟ لا طبعا، وإلا لو كانت طبيعية لما الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سمحت حاول تفهم الذي تقرأه، حضرتك مش موجود بين شيعة هنا، حضرتك موجود ما بين أهل السنة والجماعة، فلو سمحت اعتذر عما نقلت. تفضل اعتذر.